المنتخب المغربي للفوتسال يبهر الجميع بعد النتائج العظيمة والأداء الأسطوري في كأس العالم للفوتسال. رجالتنا في المنتخب المغربي للفوتسال يتفوقون على كبار منتخبات العالم بعد انتهاء كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات يا سادة يا كرام. والصحف العالمية تؤكد المنتخب المغربي للفوتسال من أفضل 3 منتخبات على مستوى العالم، منتخب مرعب وممتع ويخشاه الجميع. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، لو كنت من عشاق ومحبي النجوم المغاربة والمنتخب المغربي، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. المنتخب المغربي للفوتسال خرج من ربع نهائي المونديال بأوزبكستان، خرج بفضل التحكيم الفاجر الذي ساند المنتخب البرازيلي في مباراة ربع النهائي. والجميع يعترف لولا الظلم التحكيمي لفاز المنتخب المغربي للفوتسال بلقب المونديال. والكثير من الصحف العالمية الكبرى بعد انتهاء مونديال الفوتسال يؤكدون بأن المغرب من أفضل 3 منتخبات على مستوى العالم في كرة القدم داخل الصالات. المغاربة فخورين بكم، المغاربة سعداء بكم. رسالتي أنا للاعب المنتخب المغربي للفوتسال والقادم أفضل وأعظم، وإن شاء الله تكتبون تاريخ عظيم لكم ولإسعاد المغاربة خلال البطولات القادمة.